الداخليه الخاصه بقناتين الجيزه زي شارع النيل، الحركه المروريه فيه في الاتجاهين مرضيه تماما، شارع التحرير والدقي عاده الحاله المروريه اللي طبيعتها طبعا بعد انتهاء دخول جميع المدارس الموجوده في الشارعين، شارع جامعه الدول العربيه بجميع المحاور المرتبطه به تعمل بطريقه مرضيه تماما. اخيرا بالنسبه لشارع الهرم وشارع فيصل جميع قطاعاته كثافات اقل من المتوسطه باستثناء طبعا منطقه مطلع كوبري الجيزه من قادم من الهرم، وبالنسبه لمطلع كوبري فيصل القادم من مناطق فيصل ناوي من خلال حركه اعمال التطوير او الاصلاح في كوبري فيصل ما زالت مستمره. الاتجاه القادم من ميدان الجيزه في اتجاه شارع فيصل مستمره معانا من 12 ل 6 صباحا بيتم رفع كافه الاعمال. بخلاف كده احنا ما عندناش اي اخطارات خاصه بمعوقات غير طبيعيه او حوادث جسيمه مؤثره تاثير سلبي على الحركه المروريه بجميع القطاعات الجيزه. بنتمنى ربنا طبعا نستكمل بقيه اليوم بنفس الهدوء المروري اللي بداناه، ونتمنى من خلال حضراتكم الامان والسلامه لجميع قائد السيارات. واحنا طبعا بنضم صوتنا لصوت حضرتك.